من حيث كانت الآمال قشة في مهب التحديات الجسام، صنعت البداية، رسمت ملامح النجاح بعزم يعبد إلى الفلاح الطريق. رؤى كالحلم أصبحت بإرادتك خطوات تتقفى الخطط، ترفض المعرفة وتوظف التقنية، تعيد بك العملية التعليمية غزلها، ترتب الغايات وتسير الوسائل سحائب ضخمة، تسكب بصدر المعضلات حلول، يقطف بك الوطن ثمار تطلعاته وينمي بك ثروته الحقيقية من أبنائه وبناته. تحولت الأهداف المأمولة إلى وقائع مأهولة تتحقق تباعاً على أنقاض المستحيلات، فقد كان نيلها ردة فعل منطقية لكل عمل ممنهج يرأب بالإيجابية والتفاؤل والأمل كل صدع من يأس أو نقص. تتبارك الأفكار ببساطتك وسهولة لمستك فتبدو أقرب وأبلغ، وتدرك غايات كانت عن المنال أنأى وأبعد. حين كان جهدك ثقافة أخرى في فنون إحداث الفرق وبلوغ التأثير، كان الإنجاز من الشهد أحلى ومن الربيع أنضر. لذلك كنا ولا زلنا نستبقيك بالحمد، فبه تدوم وتستبقى النعم. فالحمد لله تعالى أن سخر للوطن ولأبنائه من هم مثلك في سعيهم الحثيث للعطاء وصقل كوادر أسمى ما تكون حين البناء. نبغي شكرك لكننا في العجز بالغون، فأي الجزاء الغيث يبغي إن هما؟ من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنمة؟ نودعك اليوم وعزاؤنا أن هذا الوطن يجمعنا، فأينما بذرت ثمرة به سنستطيب طعمها جميعا. فالفخر عن تقصيره بك ناكب، والمجد من أن تستزاد براء. فإذا سألت فلا لأنك محوج، وإذا كتمت وشت بك الآلاء. وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة، للشاكرين على الإله ثناء. لو لم تكن من ذي الورى الذي منك هو، عقمت بمولد نسلها حواء.